ديال المفاوضات الجماعيه. هو في الحقيقه هذه الاتفاقيه ديال المفاوضات الجماعيه هي من ارقى الاساليب ديال التكامل ما بين المقاوله والاداره ديالها من جهه وما بين الشغيله واليد العامله اللي كتكون. كاين بلدان اللي ما احتاجوش كاع المدونات الشغل عندهم، خدامين غير بالاتفاقيات ديال المفاوضات الجماعية. علاش؟ لأنه وصلوا لواحد الخلاصة أفادوها، أنه أهلوا الكتابة ماشي عادي. فالأهل ديال المقاولة أدرى بمصالح المقاولة اللي هي من مصالحه ومستقبل المقاولة اللي هو المستقبل. أنا سعيد اليوم بأنه أولا هذه الاتفاقيات المفاوضة الجماعية ماشي سهلة، أولا لأنه المجموعة اللي حنا فيها اليوم هي مجموعة عندها تاريخ في المغرب، هي جزء لا يتجزأ من التاريخ الصناعي ديال المغرب، وهذه المجموعة هذه معروفة وكونت أجيال في المجال ديال الاختصاص ديالها، وتأقلمت مع التغيرات اللي عرفتها السوق الدولية، وجعلت من المغرب ديما محطة مهمة وعندها آفاق استثمارية مهمة. فاحنا كحكومة بطبيعة الحال يمكننا غير نشجعوا هذا الشيء، أولا بالحضور الرمزي ولكن كذلك لو الإنسان تيكون موجود وراه الإنشاط. المسألة الثانية هي أنه هذه الاتفاقية ديال المفاوضة الجماعية هي في صلب المجال ديال الحوار الاجتماعي. في صلب المجال ديال الحوار الاجتماعي، يعني خلينا واحد الشك في الاتفاقية، إلا قلنا إلا بغينا المغرب يمشي بعيد، إلا بغينا الحقوق ديال الشغيلة تكون مزيانة، إلا بغينا الاحترام ديال مدونة الشغل، هادشي ميمكنش يتم إلا مكانش واحد الحوار على مستوى المقاولة، لأن التشريعات اللي كتمس العمل كتبقى تشريعات، والحياة اليومية هي اللي كتضبط الإيقاع ديال كل مقاولة، والإشكاليات اللي كنطرح لها، وكذلك ديال الناس اللي خدام. وقلنا خصنا نديرو واحد الميكانيزم باش نشجعو هاد الاتفاقيات الجماعية، لأنه كتبان ولكن غير النقابة والمقاولة اللي كيتشجعو بيناتهم، يعني الحكومة ما كتكونش طرف باش تزيد دعم هادشي. ولا شك هاد الاتفاقية اللي أنا قريتها بالتفاصيل ديالها تقريبا 35 صفحة، اللي فيها عدد من البنود، واللي فيها واحد مستمدة بطبيعة الحال من الافكار ديال الحكومة والبنود ديال مدونات الشغل، وكتاخذ بعين الاعتبار الاشكاليه ديال الحكامه، كيفاش غتنظموا راسكم، كيفاش كتخدموا، كيفاش هذا، شكون اللي كيكون في اللجان، ممكن المناديب، ممكن النقابه، ممكن المقاوله، شنو هما الاشكاليات اللي خصكم تطرحوها، القضيه ديال الهويه، القضيه ديال الايجاد الجديد، القضيه ديال التكوين، القضيه ديال واحد العدد ديال الامور اللي هما امور اساسيه.
انا جيت اليوم باش نقول لكم واحد الرساله، لانه هذا الشيء اللي اليوم هو مثال محتدى به. حنا غادي ناخذوه كمرجعيه بالنسبه للعمليات ان شاء الله غادي تكون في المستقبل. هذا يشرف في حق النقابه المغربيه، وكيشرف النقابه اليوم ديال اكثر فتيليه هذه المقاوله هذه اللي هي نقابه الاتحاد العام الشمالي في المغرب. هذا يشرف المقاوله والاداره ديالها على الانخراط ديالها في الاتجاه، واحد المقاوله اللي عندها واحد العدد كبير ديال الشاهدين. حسب ما فهمت انا كاين 5000 اغلبيه، وفي المجمل كاين تقريبا 13000 الى خدينا اربعه ديال الوحدات الصناعيه. هذا كيعني انه يعني وصلتوا لارقى مستوى، وحنا غادي نتابعوا معكم هذه الاتفاقيه بشغل الجماعيه باش ان شاء الله نوافقوها عن طريق المديريه ديال الناس اللي عندنا كاين هنا. بطبيعه الحال على المستوى المركزي راه عندنا مسؤولين مكلفين بها. اذا مره اخرى مبروك عليكم، وشكرا لانكم اللي جاتوا لنا جزء من هذه الفرحه ديالكم. ونتمنى ان شاء الله انه هذا الشيء يدعم المقاوله التنافسيه ديالها، ويدعم الحقوق ديالكم في اطار من التناغم، وهادشي اللي بغيناه في بلادنا. وهذا هو التوجيهات ديال سيدنا الله يسرو اللي سميتها العمل اللائق، العمل اللائق، العمل اللائق، باش كنحتارمو المواطنين والمواطنات ديالنا، النساء او الرجال، الله يوفقكم. وكنشد يعني وكنهنئ المقاوله على الفضاء ديال التكوين التدرج النهائي اللي عندنا، اللي هو كذلك مثال مهم، وغادي ندعموه ان شاء الله، ونزيدو نوسعوه ان شاء الله، لانه من الاستراتيجيات الجديده اللي عندنا في الحكومه. ان عندنا فقط 15000 ديال الناس اللي كيستافدوا من التدرج النهائي، خص يكون العدد اكبر. هذاك لو سيف عليكم، الله يوفقكم، شكرا جزيلا، والله يخلي هذه الابتسامه ديما عندكم ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.